إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا ومشاهدينا الكرام في كل مكان، نربط بكم اتصال مجددا من مدينة فاس، أكيد هنا من أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. حالة ديال السفر قصوى هنا للسلطات الأمنية، طبيعة الحال كانت هنا يعني كان مقرر بأنه غادي دار مسيرة هنا الأساتذة، تم منعها بطبيعة الحال من طرف السلطات، والان حاله ديال الاستنفار قصوى هنا كما كنقول لكم متابعينا في هذا البث المباشر. اكيد السلطات الامنيه كتتواجد بكثافه هنا قبل شاهدوا معنا لان كاين قرار ديال المنع بطبيعه الحال، استنفار امني كبير هنا بطبيعه الحال عند السلطات الامنيه كما كتشاهدوا معنا، فأكيد مسيرة غير مرخصة والسلطات الأمنية بطبيعة الحال حاضرة هنا كما كتشاهدوا معنا. إذن هنا الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين كما كتشاهدوا معنا، معكم دائما في بث مباشر متابعينا. قلت مكاينش ترخيص ديال المسيره بطبيعه الحال، فالسلطات الامنيه هنا على مستوى يعني طريق فروع في الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين، فالمسيره غير مرخصه وحاله ديال الاستنفار قصوى هنا للسلطات الامنيه بطبيعه الحال. كما كتشاهدوا معنا حاله ديال الاستنفار بطبيعه الحال متابعينا ومشاهدينا الكرام هنا امام الاكاديميه الجهوية للتربية والتكوين. قلت سلطات منعات تنظيم يعني هذه المسيرة يعني الأساتذة بطبيعة الحال. إذا كما كتشاهدوا معنا احنا معكم دائما في بث مباشر أكيد. كتشاهدوا بطبيعة الحال هنا يعني الأساتذة يعني بطبيعة الحال كاينين، فكان قرار ديال المنع أكيد بأن المسيرة غير مرخصة اللي توصلنا يعني بالقرار ديال المنع أكيد. غنحاولوا نقراو عليكم بعض اللحظات متابعينا ومشاهدينا الكرام، وحالة ديال الاستنفار قصوى هنا يعني حالة ديال الاستنفار قصوى، تواجد كبير ومكثف للعناصر الامنيه بطبيعه الحال، رجال الوقايه المدنيه يعني لرجال الامن بكثره يعني بطبيعه الحال، القوات المساعده كما كتشاهدوا معنا. إذا كما كتشاهدوا معنا بطبيعة الحال أكيد حالة ديال الاستنفار قصوى هنا بطبيعة الحال على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بطبيعة الحال المسيرة غير مرخص لها والسلطات الأمنية في حالة ديال الاستنفار قصوى هنا. أكيد القرار ديال المنع كنا حصلنا عليه وشفناه يعني أمس هنا بطبيعة الحال، تواجد ديال الأساتذة في هذا الأثناء كما كتشاهدوا معنا هنا. كتشاهدوا التواجد ديال العناصر الأمنية هنا بطبيعة الحال. كتشوفوا بطبيعة الحال مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
حالة ديال الاستنفار قصوى للسلطات الأمنية ومنع تنظيم مسيرة هنا، كان يعني مقرر بأنها تكون من هنا وتم المنع ديالها من طرف السلطات. أكيد ما كنشاهدوا معنا إذا الوثيقة اللي من خلالها تم منع يعني تنظيم هذه المسيرة هي هذه بين أيدينا الآن، يعني صادرة من عند وزارة الداخلية ولاية جهة فاس مكناس عملة فاس منطقة الحضرية أكدان. طبيعة الحال يقتضي بها بمنع، يعني في قرار رقم يقضي بمنع تنظيم وقفة ومسيرة غير مرخصة بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 158377 الصادر 3 جمادى الاولى، ومجموعة من المعطيات اللي بطبيعة الحال كنحاولوا نقربكم منها واللي من خلالها تقرر ما يلي. يعني تقرر يمنع بعد اولا يمنع منع الكلية تنظيم الوقفة والمسيرة المذكورتين أعلاه، ثانيا تحمل الجهات الداعية والمشاركة في تنظيم هذه الوقفة كافة العواقب والنتائج والآثار القانونية المترتبة عن مخالفة هذا القرار، ثالثا يبلغ هذا القرار وينشر مع تعليقه في الأماكن والساحات والإدارات العامة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، رابعا يعهد بتنفيذ هذا القرار للسلطات العموميه في دائره اختصاصاته. فبطبيعه الحال كما كتشوفوا فكان مقرر يعني المكتب الجهوي الفاس مكناس النقابه الوطنيه للتعليم المنضويه تحت لواء الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل في موضوع تنظيم وقفه امام الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين ثم القيام بمسيره في اتجاه مدار حديقه الاطلس عبر طريق صفرو وشارع مولاي الحسن وشارع مولاي رشيد والرجوع إلى مقر الأكاديمية وفق نفس المسار، وذلك يوم الأحد ابتداء من الساعة 12:00 زوالا. فهذا هو المسيرة اللي كانت طبيعة الحال اللي كاين قرار ديال المنع ديالها، اللي هو اللي أعطيناكم معلومات بخصوص هذا القرار ديال المنع بطبيعة الحال متابعينا ومشاهدينا الكرام. إذا مازال حالة ديال الاستنفار قصوى هنا. كما كتشاهدوا معنا لا زالت حالة ديال الاستنفار قصوى هنا أكيد، وقرار ديال منع وقفة احتجاجية ومسيرة بطبيعة الحال الآن تواجد ديال السلطات وكذلك واخا مهما، لكن كما كتشاهدوا معنا بطبيعة الحال معكم دائما في بث مباشر أكيد من أجل تقريبكم من كل كبيرة وصغيرة. إذا غنكتفي بهذا القدر ورجع في بث مباشر آخر بعد لحظات. السلام عليكم.